السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم فيديو جديد ان شاء الله كيف ما كتشوفوا. شيفلور يعني ما غاديش نطيبوا اليوم، ولكن غادي ندير واحد الحيلة كيفاش غادي نديروا نطيبوا شيفلور. كلنا كنبغيو نستغلوا ونستافدوا من الخضر اللي كتكون موسمية، يعني الخضر اللي كتكون في وقتها كنبغيو ناكلوها مزيان، ناكلوها في اطباق اللي هي متنوعة، في لي غراتان، في مرقة، في طاجين، يعني كنبغيو نستغلوها مزيان. وشفتوا ان في هذه الوقيته متواجد شوفلور وبثمن جد مناسب، رخيص بزاف، يعني في استطاعته يشريه كل واحد. وهو كيف ما كنعرفوا الخضره كاع اللي كيخلقها الله سبحانه وتعالى راها مفيده للصحه ومفيده للوليدات. وبالنسبه للشوفلور كنظن الا كنتو في حالي خليوها لي في لي كومونتير، كنت كنعاني كنت، ولكن دابا الحمد لله كنت كنبغي ناكل الشوفلور، ولكن كنت كنعاني من الريحه اللي كتطلق ليا في الدار. بالنسبه للشوفلور كيطلق واحد الريحه اللي معني ما زوينهش، لدرجه ان وليداتي ملي كانوا كيشموها ما كانوش كيبغيو هذه الخضره اللي كاينه في المرقه ولا في الطاجين، ما كانوش كيبغيوها ليا. زياده على لي غاز، يعني كتعاني من لي غاز اللي كيكون في الشوفلور. لهذا اليوم ان شاء الله جبنا لكم الحل اللي اعتمدناها بزاف، اللي قلنا كنديروها بزاف في الشوفلور. ما يمكنش نخدموا الشوفلور شي وصفه شي اكله وما نديروش لها الطريقه. الشوفلور حنا كشتو انا خديت حبه كبيره هكا الوريضات ديال الشوفلور، غسلتهم. عندنا الماء اللي هو غليان، هانتوما كي كتشوفوا، حيت ما غاديش نقدر ندير الكاميرا على حسب هذا البوطه. مهم ها هو الماء غليان، يعني غير غنوريكم الطريقه وصافي. مهم كنتمنى الصوره تكون باينه. غادي نوضع فيه الشوفلور. غنوضع الشوفلور ديالي كله هنا، ها هو الشوفلور. الماء ديجا طايب، كنلوح طريس ديال الثومه كنديرو حتى هو من المنسمات. كندير الحامض، ها هو كندير طريف ديال الحامض، كان حامض مصير ولا كان حامض خضر ماشي مشكل. الحامض ولاستيس باش تخلصوا من لي غاز ومن الريحه اللي كتكون في الدار هو هذا، لان ديك الريحه عباره عن شنو، راه غير ديال لي غاز اللي في اللي في اللي في الشوفلور هما تيعطونا ديك الريحه. الوغ باش نتخلصوا منها ونتهناو منها، طريف ديال الخبز ديال الدار غادي نديرو حتى هو. ملي كنحيدو الشوفلور، ها هو درتو، ملي كنحيدو الشوفلور صافي كنحاولوا نحيدوا داك الخبز، ملي واخا كيكون فرتت هذا كنحيدوه، غير هو ما نخليوش الشوفلور يتطلق، يعني نخليوه شي طيب. كتعرفوا الشوفلور كيخصو يبقى شاد في راسو باش نقدروا نكملوا به الطياب، اذا ما نخليوش يطيب بزاف، نديروه يتطلق شويه. وبالنسبه للمنسم الاخير هو ورقه سيدنا موسى، هذا يعني اختياري، بغيتو ديروه ديروه، ما بغيتوش ديروه ما كديروش، انا غادي نديروه انا كيعجبني. المهم لاستيس كلها طالعه على هاد الطريف ديال الخبز والحامض. وبالنسبه للملح، هذا بالنسبه للناس اللي كياكلوا الملح، غادي ديروا الملح، غندير شويه ديال الملح باش نسم، لان كتعرفوا الشوفلور ما كيتخلطش كيبقى غير من الفوق. بحال مثلا بغيتوا ديروه في طاجين، راه كديروا كتسلقوه بهذه الطريقه وكتحيدوه، كديروه في اناء ما يكونش يكون باقي شاد في راسو. كنديروا له شويه زيت الزيتون، كنديروا له شويه ديال المعدنوس، كنديروا له شويه ديال سكنجبير، شويه ديال البزار، شويه ديال التحميره، يعني وكنشرملوه بحال كنشرملوه بوحدي سعاد، كنبداو نستفوه في الطاجين. في حالات كنا غنطيبوه في مرقه راه كنديروه غير من الفوق، وكنبداو نهزو بالمعلقه من المريقه وكنسقيو بها الشوفلور من فوق. يعني هذه غير يعني بعض الحيل اللي كتخلي الشوفلور كيجي زوين وكيجي شاد في راسو وما كيجيش يعني مهرشم في المرقه ولا في الطاجين. صافي غادي نسلقو ونصفيه ونحيد منه داك الطرفات ديال الخبز، صافي نستخدمو. هذا هو الشوفلور ديالنا من بعد ما حيدناه من الكاسرونه، نتوما كي كتشوفوا خليناه يعني غير شويه. ها هو الخبز راه مفرتت هنايا اللي كتشوفوا، الحامض، ورقه سيدنا موسى، طريف ديال الثومه، ها هو طريف ديال الثومه، ها هو الحامض، ورقه سيدنا موسى، وهذو هما الطريفات ديال الخبز اللي بقى لي من الخبز اللي يعني اللي لصق هنايا في الوريضات ديال الشوفلور. راني غسلتهم، دوزت لهم ما بارد، اصلا دوزتو ما بارد. بالنسبه للشوفلور ها هو راه شاد راسو، يعني ماشي معجن ماشي طايب، يعني كيتسلق غير باش تحيد له ديك الريحه ودوك لي غاز، صافي وغادي نكملوا له الطياب في المريقه. المهم هو هذا، ما تخليوش حتى يتعجن، هو راه دغيا كيطيب، يعني ما تخليوش ما تغفلوش عليه. بالنسبه للريحه صراحه ما كايناش هذيك الريحه اللي قويه ديال الشوفلور، ما كايناش ريحه عاديه، يعني مستحب يعني تاكلو عادي، ما غتموش ديك الريحه مجهده اللي مولفين كنشمو. صراحه هذا الخبز راه افيكاس والله العظيم، الا افيكاس الخبز والحامض
والثومه صراحه فنين لهاد الشفلور، كيحيدوا كاع الريحه اللي فيه ولي غاز اللي فيه سورتو الخبز. صافي غادي نديرو في المريقه ديالي. بالنسبه للمبتدئات اللي باقي ما عارفينش، كنتمنى تفيدكم المعلومه. وصلنا لنهايه لا فيديو، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.